انا عندي كيلو رز، او على حسب، انا جايبه كيلو رز لان انا هستعمل صينيه كبيره، صينيه عائليه، وهعرفكم دلوقتي واحنا شغالين ازاي اظبط كميه الرز المعمر على حسب الحاجه اللي بعمل فيها. بعمل طاجن قد كده، طاجن قد كده، بعمل صينيه قد كده زي اللي انا هعملها، براحتك، ليها نسبه معينه هنعرفها مع بعض. فتعالي دلوقتي نقول ايه، رز مغسول ومتصفي ما بنقعوش، وفي سمنه وفي قشطه وفي معلقتين زبدة لو موجودة عندك، ورشة سكر وملح وفلفل اسود، ولحمة مسلوقة في شوربتها. دي الاضافة بتاعتي انا، يعني انت لو عايزة تمشي الاكل كله النهاردة ارداحي ما عندناش اي مشكلة خالص، ما تحطيش لحمة، اعملي صينية الرز المعمر زي ما انا هعملها كده من غير لحمة. يبقى عملنا البطاطس ارداحي، وعملنا كمان صينية رز معمر، اكلة في منتهى الجمال. تاني نقول المقادير سهلة جدا، رز مغسول ومتصفي، لحمة مسلوقة في شوربتها، سمنة وقشطة، معلقة زبدة لو موجودة عندك، ورشة سكر وملح وفلفل اسود، وطبعا اللبن، اللبن حطوه على النار يسخن معايا، واساسي انا عايزة اللبن لازم يكون سخن بس كده يا جماعة. دي كده المقادير، واحتمال كده ناخد شوية من شوربة اللحمة نطعم بيها الصينية بتاعتنا. انا عايزة اقول لكم صينية الرز المعمر النهاردة دي صينية، دي اللي بيتقال عليها من العيار تقيل. فهنعمل ايه بقى؟ استنوا عشان العم سيف بس نوري له الحاجه كويس كده. الصينيه اهي ماشي، واروح واخده سمنه وبكف ايدي كده او بصابع ايديا كده وامشي كده في الصينيه، نتفق اتفاق عشان عدم الخناق. رز معمر يبقى لازم عشان ينجح معاكي لازم يبقى دسم. الرز المعمر من غير سمنه وقشطه مش رز معمر. قولي عليه اي حاجه تانية، قولي بعمل رز بلبن حادق، لكن الرز المعمر بتاع الارياف بتاع امهاتنا الجميل اللي كل فتره كده نفسنا تروح له كده، اللي وشه حلو كده وتقيل وحلو، لازم يكون دسم، سمنه وقشطه اهو كده. بصوا الصينيه كده بس، مش هحط اي توابل تاني. عايزه تحطي رشه قرفه مفيش مشكله، واحط شويه سكر. ازاي اشيف هلا سكر؟ ده احنا بنعمله حادق وباللحمه، طعم السكر هنا مش هيبان بس هيحلون لي وش الصينيه. انا عايزه برضو تفسير للكلمه دي على اللايف، يعني ايه؟ بصوا بقى كده، ام احمد كتبت دلوقتي على اللايف يا جماعه بتقول لي طب لو ما عنديش شوربه يبقى لبن وميه؟ اه لبن وميه. هنقول كل التفاصيل دي دلوقتي يا ام احمد واحنا بنرص الصينيه بتاعتنا. بصي بقى يا ست الحبايب، ملح وفلفل اسود ورشه سكر على الرز المغسول. بعد كده فين القشطه اللي هحطها على الوش؟ اهي، ايا كان نوعها، بلدي ماشي، وش اللبن ماشي، شركات، يعني انا اهو عامله بشركات. هعمل ايه؟ هاخد كده نصها في الرز نفسه، نص القشطه بتاعت الوش اهو كده ماشي، وهفضل ادعك في الرز بالقشطه لغايه ما احس ان الرز يتشرب القشطه، وده اللي بيدي الطعم الغني جدا حتى لو اللبن اللي عندك لبن ضعيف. دي فايده القشطه في الرز المعمر. طب لو اللبن بتاعي بقى بلدي وزي العسل كده وتقيل وحلو، اعمل برضو الحركه دي؟ ايوه اعملي برضو الحركه دي. كانك بقى في الحاله دي هتحسي كده كانك حاطه كريمه على الرز المعمر تبارك الله عليه. اهو كده ابتدت القشطه ما يبقاش ليها معالم اهو، الرز يشربها. لو ام عمر بتقول لو هتعمل يعني رز معمر حلو نفس المقادير، اه نفس المقادير، بس طبعا انت ايه، هتحطي سكر وفانيليا في اللبن، وطبعا احنا هنا حاطين ملح وفلفل اسود هتشيليهم طبعا، لكن القرفه بتبقى اساسي في الحادق والحلو لو حابين يعني كده. خلاص بصوا ما بقاش في حتت قشطه، الرز فلفل معايا ازاي اهو، شرب القشطه اهي بالشكل ده. هاجي بقى هنا للصينية او الطاجن اللي انا هعمل فيها الرز المعمر. طب انا دلوقتي انا مش عارفة بقى المقدار قد ايه، يعني هقلل هنقص هحط شوية رز قد ايه؟ قالوا لي حطي مش عارف كام على كام. طب هما يعرفوا منين المقاس الصينية او الطاجن اللي انا هشتغل فيه؟ انسي كل ده وتعالي لي، صينية طاجن ايا كان، التلت اللي تحت بس هو اللي رز، تلت رز، تلت سوائل، تلت فاضي. تاني بص يا سيف، تعالى يا سيف نقسم هنا قبل ما نحط الرز. انا عندي حيطه الطاجن او الصينيه، اي حاجه هتعملي فيها الرز المعمر، الحيطه اهي دي
تتقسم على تلاتة، ادي تلت ادي تلت ادي تلت، تاني تلت يبقى الرز هيبقى لغاية هنا، تلت سوائل يبقى السوائل لبن على مية او شوربة على لبن لغاية هنا، والتلت ده هيبقى فاضي. طبقي دي على اي حاجة عندك، حتى لو طاجن فرد صغنن، قسمي التقسيمة دي هيطلع معاكي مظبوط جدا بأمر الله. فانا هعمل ايه بقى؟ هاخد الرز اللي اتشرب بسم الله من القشطة والملح والفلفل، وهفرده كده لغاية ما اشوف هيوصل لي لغاية التلت، تلت الحاجة اللي انت هتعملي فيها الرز المعمر. اديني اهو، قصدى ان انا ما اديكيش اي تسمية، يعني قصدى ان انا ما سميش طاجن، صينية، لا اي حاجة. حتى لو هتعملي رز معمر في حلة بتدخل الفرن برضو هيبقى نفس النسبة. التلت اهو معانا، نشيل بس كل اللي على الحروف ده بالشكل ده. هنا بقى تعالوا نشوف عامل اساسي برضو من عوامل نجاح الرز المعمر، ما ينفعش يبقى اللبن بس، لازم يا شوربه يا ميه. عندك شوربه خير وبركه، هيبقى طعمه طبعا احلى. ما عندكيش هنكمل ميه، بس سواء ميه او شوربه هما اللي هيتحطوا الاول مش اللبن. بصوا كده اهو، بمقدار قد ايه؟ التلت شوربه او ميه والتلتين لبن، بس لازم يكون فيه شوربه او ميه. الرز ده لو عملتي الرز المعمر كله بلبن، الرز ده مش هيستوي كويس، هيبقى اسمها حاجه كده ايه، محصلم، يعني الرزايه ناشفه من جواها، ناشفه من قلبها. بصوا كده، قولي لي يا منى. دلوقتي بقى انا حطيت شوربه اللحمه، تمام، حطيتها هي الاول على الرز، ما بحطش اللبن الاول، شوربه او ميه هما الاول، وبعدين ستوب، وننزل باللبن. مقدار اللبن والسوائل قد ايه؟ التلت التاني. بسم الله، يلا مع بعضينا كده. واللبن بيكون سخن، والشوربه كمان كانت سخنه على فكره، يعني اي سوائل هتحطيها على الرز لازم تكون سخنه. بصوا انا وصلت لفين، وصلنا لفين يا استاذ احمد؟ وصلنا للتلت التاني بس. تلت تلات، انا كده وصلت تلت رز، تلت سوائل وتلت فاضي. الفاضي ده اللي الرز هيستوي فيه ويبتدي يعلى فيه، ماشي؟ تاني اهو، ادي الفاضي اهو اهو اهو، هنا وصلت للتلت التاني. التلت الاولاني كان الرز، التلت التاني سوائل، والتلت التالت فاضي. ادي فرصة للرز يعلى عشان ما تفرش مني في الفرن كده، يا دوبك على ما الرز يستوي ويشرب السوائل كلها اللي انا حطيتها، يروح واخد وش الصينيه او وش الطاجن. زي ما بتشوفوا بقى ايه الصور على النت كده بتاعت طاجن الرز المعمر، جميله ازاي واخده السوى ده، وازاي جميله كده، وانا يا اما يفور مني في الفرن يا اما يبقى فطسان مني اهي، بس ولا كلمه. بقيه القشطه بقى هنحطها على الوش. يلا، هو يعني ينفع رز بلبن، رز بلبن، رز معمر من غير قشطه؟ طبعا ما ينفعش اهو كده. بالظبط، سمك وكريب ورز بلبن وحاجه هنا النهارده. يلا يلا. ملك كاتبه دلوقتي يا جماعه اللايف، بتقول عايزه تعمل الرز المعمر باللحمه العجالي، تشوحها الاول؟ شوحيها، شوحيها الاول، وممكن تشوحيها كمان ببصل، يعني تعمليها حاجه شبه كباب الحله، هتبقى حلوه جدا، والبصل هيدي طعم للرز المعمر حلو قوي. هنا بقى لو عندك زبدة، احنا اتفقنا يا جماعة الرز المعمر دسم، كل ما بديله الدسامة كل ما بيطلع طعمه حلو جدا جدا. فهناخد كده ايه، كم مكعب كده زبدة وخلاص. الله عليك يا سمر، سمر بتقول ينفع الرز المعمر بشوربة البط؟ طبعا يا سمر، يا سمر. ده هيبقى حكاية ما شاء الله عليه. ادي كده يا جماعة الصينية الرز المعمر بتاعتنا العائلية. آخر حاجة عندنا عشان تبقي فاهمة كل الخطوات بتاعتها، التسوية بتاعتها ازاي. التسوية بتاعتها مهمة جدا للوش بتاع الرز المعمر. هتدخل الفرن على الشبكة على نار عالية زي ما هي كده، ما بتتغطاش. أول ما هتدخل الفرن مع أول خمس دقايق هتعمل وش، يعني هتبتدي تتحروق كده وتعمل لي الوش بتاع الرز المعمر، بس لسه سايله والرز ما استواش. اعمل ايه في الحاله دي؟ هوطي النار للنص واغطي الرز المعمر واسيبه يكمل سواه ويتشرب، يطلع لك الوش تخين وزي العسل كده بامر الله.